أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد تبنت العديد من البرامج والمبادرات لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. نعم، جاء ذلك خلال مشاركته عن بعد في قمة صوت الجنوب العالمي الافتراضية تحت شعار وحدة الصوت ووحدة الهدف، والتي استضافتها جمهورية الهند الصديقة بمشاركة عدد من وزراء النفط والطاقة وكبار الشخصيات والمسؤولين من 140 دولة. وخلال الجلسة تطرق سعادته إلى أهمية وضع الخطط والبرامج الشاملة لأمن إمدادات الطاقة وضمان استدامة وصولها إلى كافة الدول، مضيفا سعادته أن المنطقة بحاجة إلى التعاون بشكل أكبر للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع الدول، مؤكدا أن مملكة البحرين تحرص على إيجاد قاعدة مستقرة لجذب الاستثمارات في المشاريع النفطية والبيئية التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.